تبارك الله. وكدير السي عبد الحق؟ الله يحفظك خويا محمد. ها انتم اخوتي انا جبت لكم السي عبد الحق، شاد الكسيبه هذه ديال العيد. السي عبد الحق العيد ان شاء الله. اللهم بارك كما كتشوفوا اخوتي. العيد فيه طبقات، فيها السيبير البروميال الدوزيام التروازيام وغادي، يعني العيد راه فيه تو الناس اللي باقي عيده ب 3000 درهم ب 2500، وغادي 2500 ما موجوداش عندنا دابا، ولكن ان شاء الله نوجدوا ان شاء الله. غتوجدوا ان شاء الله. طيب. غتكون بدريه ولا غتكون؟ غتكون بدريه ان شاء الله. وخويا عبد الحق انا واحد السؤال ديما كيسولوني الناس وجات المناسبه باش نسولوك. كيقول لك ما كيقدروش يشريو عند الكسابه اللي معروفين، كيقول لك راه عندهم الثمن والغلا، وكاين اللي كيعشق انه ياخذ السلاله ديال مثلا ابن الريضة، ولكن كيقول لا كيخاف. واش انت شنو يمكن لك تقول لنا في هذا الجو؟ كاين هذا السيد اللي كيتكلم بحق، راه حتى القدره الشرائيه ديالها عنده احسن العور، كل واحد راه كاين اللي ما كيتخلصش كاع عشوماج، بطبيعه الحال ما غاديش يمشي عند الناس اللي كسابه كبار، ولكن باش تشد حولي عامين هو كيعلف عندك راه ما ساهلاش. واش غتبيع له 3000 درهم عامين هو كيعلف عندك؟ اها ما يمكنش. اذا يعني ما غاتخلص عالف، ما غاتخلص خدامه، كاين اللي ميت، كاين اللي مات، ما غتسيرش السوق وغتسد الباب. ولكن الا كان المليح راه حتى داك اللي كيجيب غي ياخذ معدك ما يقدرش يعطيك الثمن. تولي واحد الشريحه كثيره كتحاول الثمن 6000 درهم 7000 8000 10000 حتى 15 حتى 20000 حتى 25000 درهم على حساب على حساب المقدور ديالو. السيد تيقول لك عوج لي شي حاجه مليحه راه السوق ناخذها من عندك. تبارك الله. تبارك الله. ها انتم اخوتي كما شفتوا تبارك الله. هذا مشري من نيامات العيد الاضحى. من العيد مشري. ما سارح ما والو على العلف والماكله. تبارك الله. على العلف والنعاس. تبارك الله. ماشي في السوق دابا شري واحد 54 ولا 56 ولا 60000. 60000. باش شريه دابا. اذا ها انتم اخوتي كما كتشوفوا. شريتيه دابا. دخلتي للكوري.